أقامت شبيبة وكشافة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق احتفالاً دينياً بمناسبة العام العاشر على تأسيسهما، حيث أقيم قداس إلهي تبعه احتفال تضمن العديد من الفعاليات. المزيد في التقرير التالي. ترأس المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر أعمال الأردن القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة احتفال كشافة وشبيبة مطرانية القديس جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق بالسنة العاشرة على تأسيسهما. عاونه فيه قدس الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي العام للمطرانية وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة بمشاركة المنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وعدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والدكتورة باسمة السمعان مديرة عام مكتب فضائية نورسات وجوقة وأخوية الكنيسة وقادة مجموعات كشفية مختلفة. وهنأ المطران جبارة في عظته الأفراد المحتفلين الذين تعيد معهم المطرانية بعشر سنوات لتأسيس الشبيبة والكشافة، متمنين منهم أن يكونوا قد استثمروا هذه الأعوام الماضية في صقل حياتهم الروحية ورفع درجاتهم الإيمانية، مضيفا أن هذه المناسبة هي فرصة لنراجع ذواتنا. للكشافة وللمرشدات والشباب والصبايا، نظر يسوع إليه وأحبه. ليلة أحبتي ما نصدق هذا الشيء. 10 سنين اللي مضوا بتمنى نكون اكتشفنا بس الشغلة، وإذا اكتشفناها نحن الشباب والصبايا والكشافة والمرشدات إنه يسوع بيحبنا، أخذنا كل شيء، أخذنا الزبدة تبع حياتنا المسيحية، الزبدة تبع علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الكنيسة. وفي ختام القداس تم تجديد الوعد لقادة المجموعة الكشفية ممثلة بالقائد العام طارق مسلم، وتجديد الوعد أيضا لأفراد الشبيبة أمام مذبح الرب، حيث تم خلاله إعلان مجلس الشبيبة لعام 2018 و2019 ممثلاً بالمنسق العام الآنسة لينا طاشمان وسط فرح وبهجة الحضور. يا يسوع اشفي اشفي نفسي كي أنهض وأقوم مع إخوتي. يا يسوع اشفي اشفي نفسي كي أنهض وأقوم مع إخوتي، فأمجد اسمك كل حين. وفي باحة المطرانية أقيمت فعاليات الاحتفال بذات المناسبة ببركة المطران كير جوزيف جبارة وبرعاية السيد وائل سليمان مدير جمعية الكاريتاس الأردنية بحضور مطارنة وأساقفة وكهنة الكنائس الرسولية ومسؤولين رسميين وأمنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي. وتضمن الاحتفال أيضاً كلمة لراعي الحفل وتقديم المجموعة الكشفية عرضاً لمعزوفاتها الموسيقية التي قدمتها على آلاتها النحاسية الجديدة.
بينما قدم أفراد الشبيبة مجموعة من التراتيل الخاصة بهم، بالإضافة إلى عرض فيلمين قصيرين للفعاليات المختلفة من الشبيبة والكشافة، تناول أبرز نشاطاتهم وإنجازاتهم خلال سنوات التأسيس. الحركة الكشفية هي ليس فقط حركة دينية، إنما هي كنسية، إنما هي كمان حركة وطنية. انتمائنا للكشافة بدل على انتمائنا لوطننا. وخلال الاحتفال عرض أيضا فيلم قصير قدم خلاله غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك وعدد من المطارنة وممثلو جمعيات دينية التهنئة للكشافة والشبيبة بهذه المناسبة الخاصة، متمنين لهم مزيدا من العطاء والخدمة المثمرة في حقل الرب. لأنه فعلا كنتوا مثال الشباب المواظب الملتزم، محب وطنه، محب كنيسته، بتخدم الكل بكل محبة، ومع رسالة نور سات كمان من رسالة المحبة والسلام، والتلاقي تلاقينا في الخدمة والبذل والعطاء. فباختصار بقول لكم شكرا لكم ويعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير والمزيد من البذل والعطاء، والله معكم. وفي الختام تم تقديم دروع تكريمية للمشاركين والمنظمين لهذا الحفل، بالإضافة إلى أفراد المجموعة الكشفية والشبيبة.